السلام عليكم، عواشركم مبروكة جميعا، عيدكم مبارك سعيد وكل عام وأنتم بألف خير. اليوم أصدقائي صديقتي حضرت لكم واحد الوصفة ديال تحضير القديد أو القديد اللي كنعرفوه كاملين باللحم المجفف في الشمس. عندي اليوم كما كتشوفوا هذا اللحم قطعته على هذا الشكل. هذا عندي من الجهة ديال ليكوت أو الأضلع أو الجهة اللي حبيتو، الجهة اللي بغيتو. عندي كذلك الجهة اللي فيهم غير هاد الجلودة، هادو كنديروهم في الشمس باش يتشمسوا ويبسوا ويوليو على شكل قديد، اللي هو يعني واحد الاكله كلشي كيبغيها كلشي كيعشقها. اليوم غادي نوريكم كيفاش حضرت انا القديد ديالي، ديما كنحضروه في عيد الكبير او في عيد الاضحى. المقادير اللي حطيت هنايا عندي كتوابل او العطريه اللي حطيت التحميره او البابريكا، الكمون، الكركم، ابزار واسكنجبير. هذا هما اللي حطيت هنايا فوق اللحم ديال القديد او اللحم المجفف، وكذلك الملح. عندي هذه الباكيه هذه تقريبا درت نصف ديالها، يعني باكيه كبيره ديال الملح كنديروا نصف ديالها او اكثر او كلها، يعني على حسب الكميه ديال اللحم اللي عندنا او الكميه ديال القديد اللي عندنا. المهم اهم حاجه اننا كنكثروا الملح، كنديروا الملح بكثره. ثم كنضيفوا عليها تقريبا لتر او لتر ونصف من الماء، صافي. وكنخلطوهم جميعا، كنخلطوهم جميع وكنخليوها، يعني كنخليو هذا الاناء هذا اللي فيه القديد كيبات ليله كامله مع التحرك. بطبيعه الحال مره كنتفقدوه وكنحركوه باش داك الملح وداك التوابل يدخلوا لنا في اللحم او في القديد. ثم فاش كتفوت ليله كامله كنمشيو ننشروه، يعني او كنديروه باش ينشف في الحبل ديال النشير، داك الحبل اللي عندنا في السطح فاش كنشرو الحوايج ديال الغسيل. دابا غادي ننشرو، حيت انا خليت هاد القديد بات ليله كامله، دابا خصني ننشفو او نديرو باش ينشف باش يولي لنا على شكل قديد او لحم مجفف. غادي نوريكم الطريقه باش غادي ننشرو. دابا كما كتلاحظوا معايا انا نشرت القديد ديالي، درتو انا عيب في السرجم، ما درتوش في السطح، واحد الحبل في السرجم كما كتشوفوا. كنحاولوا يعني نخليو واحد المسافه او واحد الاسباس بين الحمه واللحمه باش تيبس لينا وتشمس لينا مزيان ونوصل لها الاشعه ديال الشمس، باش ما وصلت لها الاشعه ديال الشمس باش ما يعني يبسات لينا، وكانت يعني كتيبس بطريقه صحيحه وطريقه جيده، ما كتكونش فيها لا رائحه لا حتى شي حاجه، يعني طريقه سهله وبسيطه اللي عجبته الفكره. هذه هي الطريقه ديال تحضير القديد اللي كنوجدوه في عيد الكبير، اللي كيعجبنا بزاف وكلشي كيحماق عليه. نتمنى تعجبكم الوصفه ديال هذا اليوم. بالنسبه للمده، يعني المده فاش كيوجد لينا القديد، انا كنخليه في الشمس مده اسبوع، وبعد ذلك كنبدا نجمع فيه، كنجمعه وكنديرو في واحد القفه او في واحد الساكوش هكذا كنحطو عندنا في المطبخ. انا ما كنعملوش في المجمد، كنديرو عادي هكذا معلق عندي في المطبخ. وقت ما بغيت منه كان يعني وقت ما بغيت نطيب كنجبد واحد البار. هذه هي الطريقه لتحضير القديد، كنتمنى تعجبكم. ولا عندكم شي استفسار او اي سؤال خلوه لي في التعليقات وانا غادي نجاوب على الاسئله ديالكم ان شاء الله. بسلامه والى فيديو اخر ان شاء الله، وعشركم مبروكه.